وارتفاع بدرجات الحرارة خلى الأنظار تتوجه لتحلاية عصرية بتجمع بين البوظة والحلويات التقليدية لتكون النكهة العصرية ميزة حلويات رمضان والعيد. آيس كريم المدلوقة هون آيس كريم، وهون العصملية، وفي هون الغزلة مع البوظة هي جديدة، وفي هون كيك مع بوظة ومغطسة بشوكولا بلجيكي، هون الجوهرة الحليب مع المكسرات، وهون عنا بوظة المنو سلوى، هي عنا سميناها الكمي، شكلها بيشبه الكمي، يعني هي بسكوت آيس كريم حليب مع بسكوت وكراميل ومغطسة بالكاكاو. هون في عنا الكرانش آيس كريم مع كاجو مغطس شوكولا كرانش، هي آيس كريم الجالكسي مع البندق ومغطسة شوكولا جالكسي. هون آيس كريم مع مكسرات وكريمة فستق حلبي. فنحن اجت الفكرة انه نفوت الآيس كريم بالحلو العربي، انه في عنا يعني كل شيء كان بالقشطة نحن ساويناه بالآيس كريم. هلا الفكرة يعني بلشت بأولها انه كان موضوع تجربة، لما نجح يعني نحن صار في عنا الممارسة عليها، انه شغلة صارت عنا اياها بسيطة، يعني نحن في عنا كل سنة شغلات جديدة، يعني ما نسمح لحالنا نوقف، يعني على طول في عنا شيء جديد كل سنة، في شيء جديد. إقبال يعني كتير حلو، يعني انه العالم جاي تتحلى والدنيا شوف هي عم تاخذ حلو بالايس كريم، يعني اي نوع حلو صار بدل القشطة صار ايس كريم. والله الحمد لله يعني هاي السنة فارقة عن باقي السنين، يعني الحمد لله رب العالمين خلصنا من المشاكل الحمد لله، والامور كتير منيحة، يعني هاي السنة الاقبال غير السنين اللي مريت. لا هي كل شيء له طعم، كل شيء له شيء، بس هي شهوة هذيك غير لها حال، بس طيبة كتير جدا ممتازة يعني جدا. شو رأيك الناس صارت تقول هلا انه الحلو العيد بما انه الدنيا صيف هو البوظة؟ يعني هو البوظة، ما في غير بوظة، يعني ما في غير البوظة العربي، أكتريتها العالم بتنزل البوظة العربي أطيب شيء. هي ظريفة على فكرة بالعيد، يعني منظر هيك التشكيلة يعني على الشوب، أكيد ظريفة على الشوب، يعني لأنه جامع هي بين البوظة والشيء الحلو، فظريفة يعني كتير ظريفة، شيء حلو كتير. بالصيف تكون أطيب أكتر شيء، بتبل القلب. تختلف الأنواع ومع اختلاف أمزجة الناس، بس بتبقى اللقمة الطيبة هي هدف رواد محل الحلويات بكل الأوقات. كل عيد وأنتم بخير. للإخبارية السورية من دمشق، سلمى عودة.